11 من أغسطس من عام 2008، عقد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم جلسة مباحثات مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمقر باب العزيزية بطرابلس، في إطار زيارة جلالته للجماهيرية الليبية والتي استغرقت عدة أيام. استعرض الجانبان العديد من القضايا المتصلة بالأوضاع في المنطقة والقضايا موضع اهتمام الجانبين، كما اتفق الجانبان على تنمية العلاقات في العديد من القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية. ولاقت زيارة جلالته اهتمام وحفاوة الحكومة والشعب الليبيين.